بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أبنائي طلاب مدرسة معالم التربية الأهلية الابتدائية، أهلا ومرحبا بكم في درس جديد من دروس مادة العلوم للصف الخامس الابتدائي. الدرس اليوم يا أحباب بعنوان الآلات البسيطة. في الصورة التي أمامنا يا أحباب نريد فتح غطاء العلبة بواسطة المفك، ويمثل المفك هنا الآلة البسيطة. فالآلة البسيطة هي أداة تستخدم لتغيير مقدار القوة واتجاهها أو مسافتها لإنجاز شغل. القوة التي تبذل عند استعمال الآلة البسيطة تمثل الجهد أو القوة المبذولة، ويرمز لها هنا بالسهم الأزرق ويكون اتجاهها لأسفل. بينما القوة التي تنتجها الآلة البسيطة تسمى المقاومة أو القوة الناتجة، وتمثل هنا بالسهم الأحمر ويكون اتجاهها لأعلى. أما وزن الجسم المتحرك بفعل القوة ويمثل هنا بغطاء العلبة فيسمى الحمل. ويسمى جزء الآلة البسيطة الذي يقع عليه ذراع الجهد يسمى ذراع القوة، ويمثل هنا بالمستقيم الأزرق الذي يوجد تحت المفك. أما الجزء الذي يوصل هذا الجهد فيسمى ذراع المقاومة، ويمثل المستقيم الأحمر الصغير الذي يوجد عند البداية العلبة. والنسبة بين طول الذراعين، ذراع القوة أو ذراع المقاومة إلى ذراع القوة، فيمثل الفائدة الآلية. في الآلات البسيطة الموجودة في الطبيعة، بيقول لي هناك أمثلة أخرى في الطبيعة تستخدم الآلات البسيطة، وللعديد من الحيوانات فكوك تعمل كآلات بسيطة. فبعض القوارض تقضم الخشب القاسي بسبب فكوكها القوية. نلاحظ هنا يا أحبابي، عند الفكوك توجد قوة كبيرة وتكون المسافة صغيرة، بينما العضلات التي توجد في خلف الرأس فتتحرك لمسافات كبيرة وتنتج قوة صغيرة، بينما الآلة البسيطة تحول هذه القوة الصغيرة أسفل أو خلف الرأس إلى عضلات وقوة كبيرة عند الفكوك التي توجد في المقدم. الروافع. الرافعة هي قضيب يدور حول محور يسمى نقطة الارتكاز، وتقوم الرافعة بمضاعفة الجهد أو المسافة أو السرعة، وأحياناً تغير اتجاه القوة المبذولة. يوجد ثلاث أنواع من الروافع يا أحبابي. النوع الأول من الروافع مثل لعبة أرجوحة الميزان، وتمثل نقطة الاتزان، وتمثل هنا بالمثلث الأصفر، وتقع بين القوة المبذولة، وهي عبارة عن الشخص الذي يوجد على اليسار ويرمز له بالشعاع الأزرق، واتجاه هذه القوة يكون إلى أسفل، والقوة الناتجة وهي التي توجد عند اليمين وتمثل بالشعاع الأحمر ويكون اتجاهها لأعلى. ويقول لي نقطة الارتكاز تقع بين القوة المبذولة والقوة الناتجة، وتكون عندئذ كل من القوة المبذولة والقوة الناتجة التي تسمى المقاومة في اتجاهين متعاكسين، أحدهما يصعد إلى أعلى والقوة الأخرى يكون اتجاهها لأسفل. النوع الثاني من الروافع في الصورة التي أمامنا مثل عربة الحدائق، ولهذا النوع من الروافع ذراعان ونقطة ارتكاز، لكن طول ذراع القوة المبذولة يكون أطول من طول ذراع القوة الناتجة وهي المقاومة. طول ذراع القوة المبذولة يمثل بالمستقيم الأزرق يوجد أسفل العربة، بينما ذراع المقاومة يوجد بالمستقيم الأحمر يوجد أيضا أسفل العربة ويكون صغير. لاحظ أن الذراعين في اتجاه واحد، ونلاحظ أن نقطة الاتزان تكون في الجانب الأيمن عند العجلة، بينما القوة الناتجة التي تمثل الشعاع الأحمر أو حمل العربة، والقوة المبذولة التي تمثل الشعاع الأزرق تكون في اتجاه واحد. روافع من النوع الثالث مثل الدباسة أو الملقط الطبي، وفيه نقطة الارتكاز تكون في الجانب الأيمن
والقوة المبذولة أو تكون في المنتصف، بينما نجد أن قوة المقاومة عند مكان خروج الدبوس في الجسم. أي الآلات تشبه الروافع؟ العجلة هي نوع من الآلات البسيطة يسهل صنعها. بيقول لي عندما تضع قضيب أو عصا في مركز العجلة يصبح استعمالها سهلا وأكثر فائدة. والعجلة والمحور آلة بسيطة متينة، يمكن أن تضاعف القوة والسرعة والمسافة مثلها مثل الروافع، كما في الصورة التي أمامنا، كما توجد في عجلة السيارة. بينما البكرة فهي عجلة محيطها غائر، كما نجد هنا يا أحبابي هنا في الجانب الأيمن من هذه الصورة، تسمى هذه بكرة الأولى التي فوق والتي أسفل، محيطها غائر يلف حول حبل أو سلك. والعجلة في البكرة تعمل عمل الرافعة، وذراع القوة هو طول الحبل الذي يتحرك عند بذل القوة المبذولة، مقدار الحبل الذي يرفع. أما ذراع المقاومة فهو مقدار الارتفاع الذي ارتفع إليه الجسم المراد حمله. السطح المائل يعتبر من الآلات البسيطة، ويوجد في مداخل بعض المساجد والمستشفيات والمدارس، حيث نجد سطوحا مائلة بالقرب من الدرج يستعملها بعض الناس عوضا عن الصعود إلى السلالم. فكلما قل طول السطح المائل كان رفع الجسم أسهل والجهد المبذول أكبر. الإسفين والبرغي. الإسفين يمثل هنا في الصورة الجانب الأيسر الذي باللون الأزرق، أما البرغي فيمثل المسمار الذي أمامنا في الجانب الأيمن. بيقول لي عندما يستعمل السطح المائل لفصل الجسمين كما في تقطيع الخشب، فإنه يسمى عندئذ الإسفين، كما باللون الأزرق في الصورة التي أمامنا. وقد يكون للإسفين وجه أو وجهان مائلان، ويستعمل كل من المقص والسكين والإسفين لقطع الأجسام، وكلها من الآلات البسيطة. أما البرغي مثل المسمار الذي أمامنا، فهو سطح مائل حول أسطوانة، وأسنان البرغي تغير اتجاه القوى المبذولة. وتذكر أن الإسفين يستعمل بواسطة مطرقة ليندفع داخل الجسم، أما البرغي فيتم تدويره داخل الجسم بواسطة مفك. الآلات المركبة. عندما نجمع آلتين أو أكثر من الآلات البسيطة معا، نحصل على آلة مركبة مثل المصعد ومثل السيارة. بعض الآلات المركبة تستعمل آلات بسيطة على نحو متكرر، ففي المصعد تستعمل البكرات متعددة لرفعه وإنزاله، وتستعمل معظم المصاعد ونشا كهربائيا، ويكون هناك وزن ثقيل مربوط في نهاية القوى المؤثرة يسمى ثقل الموازنة لتوفير طاقة إضافية، كما بالصورة التي أمامنا. فالصورة التي أمامنا صورة تفصيلية لمصعد يستخدم في العمارات العالية أو الأبراج العالية لرفع الناس أو الاحتياجات الخاصة بهم إلى أعلى وإلى أسفل. ويعتبر المصعد هنا آلة مركبة تستخدم أكثر من آلة بسيطة كما في السيارات. والآن يا أحبابي مع بعض الأسئلة الهامة. السؤال الأول، أكمل الجمل التالية. أداة تستخدم لتغيير مقدار القوة أو الاتجاه أو المسافة لإنجاز شغل ما تسمى. أحسنتم، الآلة البسيطة. رقم 2، الآلة البسيطة التي لها نقطة ارتكاز بين القوة المبذولة والقوة الناتجة، رافعة من النوع. أحسنتم، الأول. السؤال رقم 3، السطح المائل الذي يلتف حول أسطوانة يسمى. أحسنتم، البرغي. السؤال رقم 4، عندما نجمع آلتين أو أكثر من الآلات البسيطة معا فإننا نحصل على. أحسنتم، الآلة المركبة أو آلة مركبة. السؤال الثاني، عدد أنواع الآلات البسيطة التي نستخدمها في حياتنا العامة. نعم، رقم 1، الرافعة.
اثنان البرغي، ثلاثة الإسفين، أربعة السطح المائل، خمسة العجلة والمحور، ستة البكرة. وبهذا يا أحبابي نكون قد انتهينا من درسنا اليوم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.